تقول في سؤالها الآخر: أحيانا أقرأ في الكتاب قراءة صامتة بالنظر فقط دون تحريك اللسان، وتكون هناك عبارة صلى الله عليه وسلم، هل يلزمني أن نطق بها كي أكون صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أقرأها كما أقرأ بقية الكلام بالنظر فقط؟ لا بد من التلفظ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عبادة قولية، لا بد من التلفظ بها. نعم.